القانون محل القرار المقول عليه والتصريح باستخراج صورة من لائحة داخلية لمجلس الشورى لنوضح هل فعلا التزم مجلس الشورى بالإجراءات المنصوص عليه في القانون؟ مشروع تعديلات مشروع تعديل أيا كان موضوع القرار المقول عليه. مشروع تعديل هم ما يتيناش بتقول ايوه اذا كان لا ولم نعلم ولم تعلمونا ولم نرى في احد ان هناك شكل نموذجي للقرار الاداري.